الامتحان لا جاي طويل ونظري فيه قليل خالص وحاجه يعني زباله الصراحه. ايوه 30 جنيه. عملت ايه في الامتحان؟ لا 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 والله ولا اي حاجه الحمد لله. مفيش غير ثلاث اسئله بس. هم ثلاث اسئله بس اللي حلوا صعب وكان في ناس بتحل الاخر خمس دقائق كانت بتحل لسه. اول ساعتين حل فيهم خمس اسئله بس. انا قعدت خمس اسئله خمس ساعتين قعدت حل خمس اسئله بس. يا عم ملوش علاقه باي حاجه. مفيش يعني طول السنه والله العظيم ولا طول ما استفدناش بحاجه. المهم يا جماعه دي اتصلحت. يعني هو صعب ولا صعب وطويل قوي يعني مفيش اي ما ينفعش ما يقدرش يسال بصراحه. صعب وطويل. مفيش حاجه سهله مفيش حاجه تتحل كده بسهوله. حليت ايه منه مثلا؟ حليت كله بس كله بعد ما خلاص الورق بتسلم انا كنت لسه بحل. لا كان صعب صعب ودلوقتي مش بكفي. الاسئله صعبه يعني خارج الورق ولا؟ لا هي مش خارج الورق بس متطوره يعني جايه بالرموز مش بالارقام.